أحبائي وأصدقائي العرب في كل مكان والناطقين باللغة العربية، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل، ونقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارداك. النهاردة هنرجع مع بعض إلى كتاب الأرواح، وهندرس النهاردة موضوع مهم جدا أصدقاء كتير بيسألوني عليه: أحاسيس الأرواح ومشاعرهم وعذاباتهم في عالم الأرواح. يعني هل الأرواح دي، في تساؤلات كتيرة جدا في هذا الموضوع، هل الأرواح دي إحساس؟ هل هم بيحسوا زي إحنا بنحس بالحواس الخمسة؟ هل هم بيحسوا بالعذاب؟ هل هم بيحسوا بالنار؟ هل هم بيسمعوا؟ هل هم بيروا؟ بيتنقلوا؟ إيه أحاسيسهم؟ هل هم بيشوفوا ألوان؟ بيتمتعوا بالطبيعة؟ ايه الاخبار يعني مع كل ده؟ هل هما ممكن يعيش تحت المية؟ ممكن اسئلة كتيرة جدا بتقول طب الروح بعد ما تنفصل عن الجسد، فايه اخبار الروح دي؟ الحلقة دي يمكن تكون طويلة شوية لان فيها اسئلة كتيرة. في اصدقاء طبعا يمكن لاول مرة في البرنامج او كده، بيشوفوا 4 5 دقايق ويروح يتفرج على حاجة تسليه يعني. لكن الدراسة بتاعتنا دي دراسة أكاديمية بتحتاج وقت. أنا كنت بندرس في المركز الروحاني، احنا بندرس ساعة ونص مرتين في الأسبوع، يعني 3 ساعات كل أسبوع، فمحتاجين وقت. ده غير الكتب اللي احنا بنقراها والفيديوهات اللي احنا بنسمعها، يعني كمية الدراسة بتبقى كبيرة شوية لأن المعلومات كتيرة كتيرة كتيرة، معلومات غزيرة جدا جدا. وكل مرة احنا بندرس مع بعض بتتفتح لنا نقط جديدة، وبنقدر نفهم الألغاز اللي حول الموت، وإيه اللي هيحصل لنا في الجانب الآخر، وهنحس بإيه، وهنعيش إزاي. فاحنا اتكلمنا كل شيء بصفة عامة، وازاي بيفصل الجسد، وفين الأشرار بيذهبوا، وفين الأخيار بيذهبوا، وكل الأشياء دي احنا اتكلمنا فيها. فكل اللي جاي بقى تفاصيل تفاصيل بأكثر دقة يعني. وزي ما شوفنا مثلا في حلقة اللي احنا اتكلمنا عن الأموات يتكلمون، قصة سونيا، فتلاقيها هي كانت فاكرة نفسها عايشة، وكانت بتروح وتمشي وتيجي وتروح بيتها وتتكلم وتخش المستشفى وتلبس ملابس وبتتصرف عادي كأنها إنسان عايش جدا جدا، وبتحس بكل شيء أعتقد يعني. فنشوف مع بعض دلوقتي أحاسيس الأرواح ومشاعرهم والعذاب بتاعهم، اللي هم بيتعذبوا بيتألموا، إيه درجة الألم، النار بتأثر فيهم، وكل التفاصيل دي احنا هنفهمها مع بعض الحلقة دي والحلقة الجاية. فهنقرا معاكم على قد ما اقدر، ولو ما قدرتش ممكن نكمل في حلقة قادمة يعني. ماشي؟ فزي ما انا قلت الدراسة دي أكاديمية، واتمنى يكون عندكم صبر شوية علشان نقدر نفهم الموضوع بطريقة افضل يعني. كتاب الأرواح ألان كارداك سأل أسئلة للأرواح العليا عن طريق وسطاء كثيرين جدا، واشترك في الإجابة على الأسئلة دي أرواح عليا وملائكة، ومنهم السيد المسيح نفسه باسم روح الحق. الروح اللي كانت بتتكلم كان بيسمي نفسه روح الحق، اللي هو السيد المسيح، وسانت اغوستينو وسقراط وجاليليو، ارواح كتيره من اللي هم النبلاء دول والعقلاء دول، لما طبعا بيذهبوا الى عالم الارواح دي ناس متقدمه جدا جدا وعندهم افكار عميقه عن عالم الارواح، فبيعطونا اجابات ما كانتش تخطر على بالنا يعني. ماشي؟ السؤال 237، كارداك بيسأل عن أحاسيس الأرواح: هل تحفظ الروح بعد عودتها إلى عالم الأرواح؟ هل تحفظ؟ المفروض تكون تحتفظ يعني. ماشي؟ هل تحفظ الروح بعد عودتها إلى عالم الأرواح
بالأحاسيس التي كانت تشعر بها أثناء حياتها على الأرض، فالمفروض تكون تحتفظ مش تحفظ. يعني هل تحتفظ الروح بعد عودتها إلى عالم الأرواح بالأحاسيس التي كانت تشعر بها أثناء حياتها على الأرض؟ إجابة الأرواح العليا أجل، وأحاسيس أخرى لم تكن تحس بها، لأن جسدها كان يعمل كحجاب يخفيها. والذكاء خاصية من خصائص الروح، ولكنه يتجلى بحرية عندما لا يكون مقيدا. الجسد المادي ليه شعور، الأحاسيس الخمسة، الحواس الخمسة اللي عندنا دول. الروح لها خاصية التفكير والخبرة وجمع الخبرة والعقل الباطن وكل ده، وبيستخدم فقط المعدات اللي بيوفرها الجسم، يعني ماشي، الآلات والمعدات، الآليات والمعدات اللي بيوفرها الجسد لنا، ماشي. لما يتخلى الروح عن الجسد هو بيبقى له جسد آخر، خد بالك. والجسد ده يمكن انت لا تصدق، لكنه جسد مادي. هتقول ازاي جسد مادي؟ يعني الاثير اللي هو اللي موجود، كل الكون ده مليان بمادة اسمها الاثير، مادة خفيفة جدا، مادة تقدر تقول عليها سائلة غازية. والمادة دي هي اصل المادة اللي احنا بتاعتنا دي، اصل العناصر الاكسجين والنيتروجين والزرنيخ والايه والحديد وكل اللي انت عارفه ده، فاصلها هي المادة الاساسية دي. والمادة الاساسية دي هي اللي هي حلقة الوصل ما بين الروح وما بين الجسد الادامي ده، الجسد الثقيل دي. ليه؟ لان هي مادة بتتحول الى المادة اللي بتاعتنا دي، وأيضا هي اللي بتقدر ترتبط بالروح، لأن الجسد المادي لوحده كده ما يقدرش يتربط بالروح، محتاج المادة الوسيطة دي. فالجسد اللي هو اللي احنا بنسميه الجسد الروحاني أو الجسد الأثيري ده جسد مادي، لكن هي من المواد الإيه البيور الأساسية، أو المواد الإيه الأصلية، أو المواد البيور، البيور عليها إيه؟ الطاهرة، المادة الخام، واخد بالك؟ فالمادة الخام قبل ما تتحول إلى مادة عضوية زي اللي إحنا بنعرفها دي، المادة دي، المادة الخام دي هي اللي بتكون الجسد، الغلاف بتاع الروح ده، وهو ده اللي بيدينا إحساس. الروح بتحس بالجسد عن طريق الجسد الأثيري ده، والجسد الأثيري بينفصل معاه، فالروح بتفضل تشعر عن طريق هذا الجسد الأثيري. هي دي الإيه الحلقة، عشان تفهم أنت الروح متبقاش إيه بدون مادة، دايما عندها مادة، يا إما مادة غليظة اللي هي المادة بتاعتنا دي المكونة من المواد العضوية، أو مادة سوتيو، مادة خفيفة، مادة السواعفي. كل الأسامي البرتغالي دي والفرنساوي، يعني مادة أقل خفة، يعني ماشي، جميل جميل. فبيقول لك إن لما يتوفى إنسان وبيخرج، فالأحاسيس بتاعته دي، الخمس حواس دول، ما بيبقوش فقط خمس حواس، ده بيحس بحاجات كتيرة. يعني هنشوف بعد كده مثلا النظر ما بيبقاش في موقع واحد زي في العينين بتاعتنا دي، ده انت بتقدر تشوف 360 درجة. الجسد كله بيتحول الى نور، هنشوف مع بعض يعني. فالارواح بتقول له لا، ده الاحاسيس مش فقط بينقل الاحاسيس اللي كان بيشعر بيها في الارض، بالعكس دي بتزيد جدا، والبرسيبشن الادراك بتاعه بيبقى اقوى كتير جدا من الادراك وهو مسجون داخل جسد المادي، المادة الغليظة دي. السؤال 238، هل لأحاسيس الارواح ولمعارفها حدود؟ او باختصار، هل تعرف الارواح كل شيء؟
هل لأحاسيس الأرواح والمعرفة حدود؟ أو باختصار، هل تعرف الأرواح كل شيء؟ يعني الإنسان مات وراح لعالم الأرواح، خلاص يبقى فاهم بقى كل شيء عن الكون وكل العلوم، يبقى عالم بقى. يا ريت كانش حد غلاب يعني. فالإجابة بيقول بقدر ما تتقرب من الكمال تزداد معارفها، فإن كانت أرواحا سامية فهي تعرف الكثير، أما الأرواح المتدنية، عارف أنا مش هسميها متدنية، نقدر نقول عليها الأرواح البدائية. يعني ما نقدرش نقول على واحد مثلا في سنة أولى ابتدائي إن هو متدني، لكن نقدر نقول إيه، بدائي لسه بادئ يعني، ماشي. يمكن هنا بيسميها الأرواح المتدنية لأن إحنا لا نتدنى، إحنا دايما نرتقي، يعني القانون قانون الارتقاء، مفيش قانون اسمه قانون التدني، ما بترجعش يعني. إذا الأرواح ديت، أما الأرواح الإيه البدائية بدل كلمة المتدنية دي، فهي جاهلة نسبيا في كل شيء طبعا. فأنت لما تيجي لطفل مثلا بيدرس لسه في الحضانة أو في أولى ابتدائي تانية ابتدائي، نسبة معرفته بالنسبة مثلا للدكتور في الجامعة نسبة بسيطة جدا، بس مش معناها ان هو متدني، معناها ان هو في احد مراحل الارتقاء، ممكن يصل الى درجة الدكتور الجامعي ويتفوق عليه في العلم يعني، صح ولا غلط؟ فنقدر نسمي الارواح دي مش متدنية، ارواح بدائية، ارواح لسه بادئة في اول الطريق يعني. السؤال 239، هل تعرف الأرواح مبدأ الأشياء؟ عارف يعني إيه مبدأ الأشياء؟ أصل الشيء، يعني الروح خارجة منين وإزاي بتتعمل وأصل الأنواع وأصل مش عارف إيه. هل الأرواح بتعرف كل شيء؟ عارفين الكفت بقى؟ برضه مش سهلة دي. هيقول لك نفس الموضوع حسب درجة الارتقاء يعني، وده بديهي يعني، يتوقف ذلك على درجة رفعتها وطهارتها. فإن الأرواح البدائية، شوف هنا بيقول لك الواطية، هي الواطية لا تعرف أكثر مما يعرفه البشر. الأرواح اللي في المرحلة البدائية مش هتعرف أكثر ما بيعرف البشر، بتبقى معلوماتها المعلومات اللي هو خدها من على الأرض، لأن لسه في ابتدائي، هو لسه أول معلومات ياخدها. لكن كل ما هو يتطور بقى ويدرس بقى الكيمياء ويدرس الفيزياء ويدرس العلم ويدرس ده ويدرس ده والطب وكده، فطبعا بيرتقي، فبيبقى عارف أصل الأشياء غير الإنسان الجاهل. وده احنا بنلاحظه يعني، في مننا ناس طبعا على درجة كبيرة، درجات علمية رهيبة جدا، فيقدر يوصف لك مثلا الذرة بكل دقة، ممكن يوصف لك فيزياء الكم، نظرية الأوتار المتوازية، والعامل العادي الفلاح مش ولا هيستوعب ولا هيفهم الراجل ده بيقول ايه أساسا يعني، ماشي. فخليه هاتي. كل واحد على قد ايه درجة تطوره، فلما بيموت بيفضل على هذه الدرجة يعني. فرص بقى اللي هيرجع الارض تاني، يبتدي يتعلم شوية 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 ويرتقي ويصبح زي التاني. ده الفكرة باختصار يعني. السؤال 240، اتدرك الارواح الزمن كما نحن ندركه؟ خد بالك، ناس كتير سألوني ده، الارواح بتحس بالزمن؟ يعني يقول لك فات عليا يوم، 10 ايام، فات علينا 50 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، ولا ما بيحسوش بالزمن؟ خاصة إن الزمن ده اللي إحنا بنشعر بيه ده متوقف على الأرض وعلاقتها بالشمس ودورانها، واليوم 24 ساعة وكده يعني، خارج الفضاء يعني. حتى أينشتاين قال لنا إن النسبية هناك، لما تخرج أنت من الكوكب ده وتروح كده 100 سنة ضوئية قدام وترجع، هيكون زمن غير الزمن. بس مش عايز ادخلك في المتاهات دي، متاهات علمية. فخلينا نشوف الإجابة، هل بتدرك الأرواح الزمن كما نحن ندركه؟ الإجابة كلا، لا تدرك، وذلك هو ما يجعلكم أحيانا لا تفهموننا،
في حالة تحديد التواريخ أو العصور. تعليق كارداك بقى بيقول إيه؟ تعيش الأرواح خارج الزمن كما نحن نفهمه، يجوز القول إن مدة الزمن تنمحي بالنسبة إليهم، والعصور التي تتراءى لنا طويلة لا تعد في نظرهم لحظات تذوب في الأزل، مثلما تمحى وعورات الأرض وتزول لمن يصعد إلى الفضاء. بيديلك مثل يعني لما انت بتشوف الجبال والوديان والحاجات دي، لكن لما ترتفع بالطيارة كده على ارتفاع 20 كيلو متر، 20,000 متر، بتلاقي الأرض كلها مسطحة بالنسبة لك يعني. فالزمن عندهم غير الزمن اللي عندنا. ونلاحظ برضو القصة اللي فاتت، سونيا لما توفت يعني ضربتها سيارة وبقت تنام وتقوم وتروح البيت وترجع، فقالوا لها ان انت بقالك 8 شهور و15 يوم من عمر الارض، لكن هي طبعا بتقول زي ما يكون ما بقاليش اسبوع يعني. بالنسبة لها الوقت غير الوقت اللي احنا بنحسبه على كوكب الارض، او نقدر نقول ادراك الوقت. ادراك الوقت، الزمن بيمر علينا في كوكب الارض. سيب يقول لك ابويا مات من 100 سنة، لكن هو بالنسبة له خرج من الارض بقاله مثلا 20 يوم. يقول لك عيال زمانهم جايين يعني، يعني وقت عندهم غير الوقت بتاعنا ده. سؤال 241، هل للارواح فكرة عن الحاضر ادق واصح مما لنا عنه؟ عن الحاضر، عن الزمن الحاضر، عن الفعل المضارع. هل للارواح فكرة عن الحاضر ادق واصح مما عندنا؟ الإجابة تقريبا كمن يرى بعينيه بوضوح، فإن له فكرة عن الأشياء أصح مما للأعمى، أو أصح من الأعور. خد بالك، ممكن يكون واحد أعور بيشوف الحاجة بطريقة، اللي مفتح بعينيه الاتنين واللي عنده نظر حاد بيشوف الحاجة بطريقة أدق، فبيصوروا أيضا زي ما يكون شخص بيرى بعينيه الاتنين يعني بوضوح اكتر كتير من واحد اعمى مثلا. تقريبا كمان يرى بعينيه بوضوح، فان له فكرة عن الاشياء اصح مما للاعمى. ترى الارواح ما لا ترونه انتم، ولذلك فهم يحكمون في الاشياء باراء مغايرة لارائكم، لكن نذكركم بان ذلك يتوقف على درجة سموهم، دايما على درجة التقدم، على درجة السمو، على درجة الايه، التقدم، الارتقاء. كل ما ترتقي الروح كل ما ليها فكرة اكتر من اللي احنا موجودين، لكن لهم فكرة عن الحاضر اكتر مننا، بيروا اكثر وضوحا يعني. يعني ممكن لو روح تيجي تقترح عليك مثلا انت مزنوق مش عارف ايه، هم هيشوفوا ده بطريقة غير اللي احنا بنشوفها هنا يعني، انت مخنوق ماليا وكده، هم ممكن يشوفوه بطريقة مختلفة. سؤال 242، كيف تعلم الارواح الماضي؟ وهل علمهم به بلا حد لهم؟ هل الارواح بقى بتعرف الماضي؟ شوف بقى، سألوا عن الحاضر، ازاي هم عندهم البرسبشن، الادراك للحاضر، ونعرف ان ادراكهم للحاضر اكتر مننا. طب ازاي بيعرفوا الماضي، وازاي لهم اكسس، لهم اطلاع على الماضي؟ ماشي، هل ازاي ده؟ فالاجابة عندما تلتفت الى الماضي يصبح كأنه حاضر، كأنه الحاضر تماما، مثلما انت تتذكر شيئا اثر عليك خلال منفاك. لكن حين يسقط عنك الحجاب المادي الذي يحكم ذكائك، فانت تتذكر الاشياء التي امحت من ذاكرتك، على ان الارواح لا يعرفون كل الاشياء، واولها كيف خلقوا. شوف بقى ازاي انت ممكن تعرف الماضي في اشياء كتيرة جدا، ليه؟ حاجات انت مريت بيها، حوادث قوية جدا في حياتك السابقة
زي مثلا زي حالاتي كده، عاصرت مثلا حرب اكتوبر، فلما تيجي تقول لي حرب اكتوبر زي ما اكون عشت فيها، زي ما اكون عايش فيها دلوقتي، يعني كل الاحداث شفناها وتلفزيونات وافلام وحاجات كتيرة جدا، واحنا بنعيشها فبنفتكرها بدقة يعني، ماشي. لكن الارواح زي ما هو بيقول يعني ممكن يتذكروا الماضي ويطلعوا على الماضي ويشوفوا الماضي، لكن طبعا مش هيعرفوا كل شيء، وخاصة أول حاجة ما يعرفوش إزاي اتخلق، ماشي، ما نعرفش الروح دي طلعت إزاي، يعني تخمينات، طلعت من الله بأمر الله، لكن إزاي. ولذلك فتلاقي في القرآن بيقول قل هي من إيه، من أمر ربي. هي دي، لأن اليهود لما جم سألوا النبي يعني في كتاب انا بنقراه برضو، سألوه عن ازاي اتخلق، شوف ازاي، ما قالولوش ايه هي الروح مثلا، او اشرح لنا ايه هي الروح، ايه وايه تأثير الروح، او الروح دي بتيجي منين، لا ده عايزين هو اتخلق ازاي، يعني دي من امر الله، خد بالك، زي كل شيء في الكون من امر الله، ما حدش يعرف، ولا الملائكة ولا الانبياء ولا اي حد. يعني السؤال 243، هل تعلم الأرواح المستقبل؟ ده سؤال برضو مهم جدا، عشان احنا شفنا الحاضر عندهم هم إدراك أكتر مننا، الماضي بيشوفوا أكتر مننا، بيتذكروا خاصة الحوادث الإيه السابقة وهكذا. المستقبل بقى، هل هم عندهم اطلاع على المستقبل؟ الإجابة يتوقف ذلك أيضا على درجة رقيهم، ده تاني يعني، فهم كثيرا ما يستشفونه. لاحظ كلمة يستشف دي، لأن دي مفتاح، يعني يستشف، يعني كان في واحد زمان قال لي مثلا، أو مين اللي قال، بين الشيخ الشعراوي كان بيقول، أنت بتبقى عارف ابنك وتوديه تبعته يشتري حاجة، كل ما بيروح السوق بيضيع فلوسه، بيجي يعيط وكده، فوانت قاعد مع الناس وهو راح يشتري حاجة، فيقول ابنك اتأخر، دلوقتي هيجي ما تخافوش، وهيجي معيط ويقول ضيعت فلوسي، وبيستشف ليه؟ لانه عارف شخصية الايه؟ الانسان. ولذلك الملائكة وكده بيقدروا يعرفوا مستقبلنا استشفافا، مش مكتوب بقى علينا يوم السبت هتروح هتلبس القميص الاخضر، ما ينفعش يعني، لازم يكون لنا احنا حرية اختيار ونمشي ونيجي ونروح وتحدث الاحداث، لكن هم بيبقوا عارفين تقريبا احنا في سنة كام، في درجة الرقي الروحاني هنتصرف ازاي، الراجل ده طول عمره بيتخذ قرارات غلط، الراجل ده طول عمره بيتخلى، ما عندوش قوة مثابرة يعني، فبيبقى عارف بيستشف اللي بيحصل، مش بقى بيعرف المستقبل بالظبط يعني. درجة الرقي يمكن الملاك عارف لحظة موتك مثلا، لأن كل ده باتفاق البرامج، لكن الأرواح العادية ما يعرفش طبعا. يتوقف ذلك أيضا على درجة رقيهم، فهم كثيرا ما يستشفون، ولكن لا يسمح لهم دائما بإعلانه. حتى في أرواح بتقدر تستشف، لأن بتعرف إيه ماضيك يعني، لكن ممنوع إن هم يعلنوا عنه. في ناس بتستغل ده، العرافين والكلام ده، ففي بعض الأرواح بتفصح يعني، تقول لهم شوية حاجات ممكن تتوقعات بنقول عليها، لكن التوقعات دي بتخيب يعني. من يومين كده في واحد مش عارف ايه قال لي ايه الحق ده هيحصل مش عارف ايه، وجاي مفيش حاجة بتحصل، طب فين هتيجي طاقة وتعمل لنا مش عارف ايه، فين. طيب، ولكن لا يسمح لهم دائما بإعلانه، وعندما يرونه يلوح لهم كأنه الحاضر، يرى الروح المستقبل بوضوح بمقدار ما يقترب من الله بعد الموت، كما يرى الروح بنظرة شاملة كل ترحلاته الماضية، ولكنه لا يستطيع أن يرى ماذا ينوي الله له،
فلمعرفة المستقبل يجب على الروح أن يندمج اندماجا كليا في الله بعد الكثير من التجسدات. والاندماج في الله مش معناه ان انت هتبقى جزء من الله، اللي هو ان احنا كل شيء بيتجمع مع بعض في النهاية، بتندمج اتصالك الروحي بيه بيبقى قوي جدا جدا جدا، بتندمج مع زي ما انت بتندمج مع فريق الموسيقى، واخد بالك، بتبقى بتعزف معاهم بنفس التناغم بنفس الايقاع، ما تبقاش نشاز يعني، ماشي. فكل ما انت تقترب من الله سبحانه وتعالى فبتبقى عارف كل شيء، عارف تعليماته، عارف ايه الخطة، بتقترب بقى. كل ما تقترب بتبقى من اللي هم اعلى الملائكة دي، ودي يعني موت يا حمار. محتاجين ملايين السنين لسه، ما تخافش يعني. السؤال 243 حرف ألف. الأرواح الذين وصلوا إلى الكمال المطلق هل لهم علم كامل بالمستقبل؟ طيب دول بقى وصلوا للكمال المطلق. كمال مطلق، احنا اللي بنقول ايه؟ الكمال لله واحد. يعني ما ممكن نقول الكمال المطلق بالنسبة للمخلوقات، انا بالنسبة لي اقول كده يعني. الارواح برضه بترد، ايه ده؟ بتقول كامل ليست هي الكلمه الصائبه، اذ ان الله تعالى هو العليم الوحيد. ان الله سبحانه وتعالى هو ايه؟ العليم الوحيد، ولا يستطيع احد ان يعادله. طبعا يعني لو انت وصلت للكمال المطلق والله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق، تبقى انت معادل له ولا يمكن حد هيعادله يعني. فيعني ممكن نصل الى درجات الكمال من ايه؟ من مرتبة المخلوقات، ماشي. بس هو ما جابش بقى السؤال هل لهم علم كامل بالمستقبل، ما اعتقدش برضه. ما اعتقدش، لاني بيستشفوا عارفين خطة الله سبحانه وتعالى وكده، لكن مش هيقدر يقول لك ده يوم الاثنين هتتكسر رجله، يوم الثلاث هيروح مش عارف ايه، يوم الاربع هياكل ملوخية وهيلاقي بط، ما ينفعش يعني. لازم يسيب لنا حرية نعيش. فكرك بيعرف شخصيتنا، زي ما بقول لك الايه الشيخ شعراوي كان بيقول لك، والولد راح يشتري حاجة وابوه بيقول ده هيضيع فلوسه وهيجي يعيط لانه عارفه يعني. لكن ممكن يجي الولد ويشتري الحاجة مرة يعني، والمرة دي هياخد باله من فلوسه وهيجي يعني، مش ابوه هيضربه عشان ما عملش ده. فكرك السؤال 244، هل تعاين الارواح الله؟ ده سؤال برضو بيتسال كتير جدا. طب والارواح بتشوف ربنا، بتشوف الله سبحانه وتعالى، بتعاينه؟ هي دي ناس كتير يعني، انا اموت اروح اشوف الله؟ دي فكره برضو ناس بتسالني كتير فيها. شوف الاجابه بقى، السامون من الأرواح وحدهم يعاينونه ويفهمونه، أما الذين هم في الدرجات البدائية اللي هو كاتبها الواطئة دي فهم يشعرون بوجوده ويتكهنون به. شوف ازاي بقى، يعني الأرواح البارة، متخيل زي درجات السيد المسيح كده، فدول بيقدروا يشوفوا الله سبحانه وتعالى، بيعملوا معاه اجتماعات، بيتكلموا، بيفهموه وكل شيء يعني، بيقدروا يعينوه فعلا. يوم من الايام زي ما بقول لك الملايين من السنين موجوده، تريليونات موجوده، ممكن اي واحد فينا يصل الى المراتب القمه دي ويقدر يشوف الله سبحانه وتعالى ويجتمع بيه ويفهم وياخد منه تعليمات وينزل يشتغل ينفذ الخطة الإلهية زي الملائكة ما بتشتغل يعني. السؤال 244 حرف ألف، عندما يقول روح من درجة بدائية أو درجة إن الله يسمح بشيء أو لا يسمح بشيء، كيف نعرف إن ذلك يأتي من الله؟ دي بقى هتخليك تفكر في
في الدين حتى. يعني واحد جالك بيقول لك الكلام ده من عند الله، الله سبحانه وتعالى هو اللي قال الكلام ده، ماشي؟ طيب ازاي احنا نعرف ان الكلام ده من عند الله ولا مش من عند الله؟ خلينا بقى نشوف الموضوع. لا يرى الروح الله بل يشعر بسلطانه. الروح العادية لا ترى الله، بتشعر ايه؟ بسلطانه. وعندما يواجه شيئا لا يسمح بعمله او قولا لا يسمح بتصريحه، يشعر بما يشابه ادراكا بديهيا او انذارا خفيا يأمره بألا يفعله. لاحظ دي بقى، ان الروح حتى احنا واحنا في قرارنا، مثلا حد يقول لك تعال نسرق بنك، تلاقي نفسك في حاجة بديهية كده بتقول لك لا ما تعملش ده خطر على حياتك، ممكن تتقتل، ممكن تخش السجن، ممكن وبعدين انت بتعمله ده غلط وربنا هيحاسبك انت عندك الايه الافكار دي، بتشعر بسلطان الله، بتشعر ان في رقابة عليك، فانت بتدرك ده. والارواح نفس الشيء، خد بالك. الا تدركون انتم نفس الكلام اللي بقول لك احنا ايضا بندرك دي، الا تدركون انتم ذاتكم احيانا ان قلبكم يحدثكم بشيء ما كانذار خفي لكي تفعلوا او لا تفعلوا هذا او ذاك؟ يحدث نفس الشيء لنا كارواح، وانما بدرجة اقوى، احساسهم بالله اقوى، واحساسهم بان الامر ده يخالف اوامر الله او مع اوامر الله سبحانه وتعالى اقوى من احساسنا. وانت تعرف ان جوهر الارواح لكونه اكثر رقة من جوهركم، فان وسعهم ان يدركوا الانذارات الالهية بقوة كبيرة. فالارواح ممكن تيجي تقول لك ده من عند الله. ليه؟ لان هم عارفين، عندهم الاحساس ان ده ينفعك وده ما ينفعكش، ماشي. احنا برضو كل ما نرتقي كل ما هنقدر نعرف ان ده ينفع او ما ده ما ينفعش. لما انت تيجي تقرا حاجه في الدين، مش بقول لك بقى دين معين، خد بالك، ويقول لك مثلا روح اقتل الناس، اعرف ده مش من عند الله، خد بالك. روح تعاون، روح محبة، روح اعمل خير، لان الله سبحانه وتعالى دايما يدي تعليمات الخير. تعليمات الشر اكيد تعليمات ليست من ارواح متقدمة، ماشي، بيبقى لسه عندها الرغبة الوحشية. الرغبة الوحشية يقول لك روح اقتل، روح اسرق، روح اذبح، روح موت، روح اغتصب. اللي بيدي التعليمات دي ليست ارواح سامية، لان الروح السامية بيبقى عندها مع الله سبحانه وتعالى عارفين كل التعليمات اللي لازم تيجي للبشر وللارواح لازم تكون اعمال خير. لا يمكن الله سبحانه وتعالى يدعيك للشر، يقول لك اكذب، يقول لك اسرق، يقول لك انهب، يقول لك اغتصب، يقول لك ارتشي. فانت بتعرف الكلام ده كلام الهي او غير الهي بناء على الايه الثمار. فاكر انت لما ايه السيد المسيح بيقول لك تعرفهم من، تعرف الشجر من الثمار بتاعها، لو الثمار جيد يبقى دي جيدة. والله سبحانه وتعالى كله خير، كل الخير، لا يوجد عنده شر، لا يوجد، لا يصدر منه الشر، يصدر منه فقط الخير. فلما تيجي تعليمات تقول لك التعليمات دي من عند الله، التعليمات دي بتقول لك اعمل شر، قول له لا يا عم الحاج، بالك بالاسلام ان الله يأمر ايه بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، شوف ازاي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهي دي الاشياء الاساسية دي. الله سبحانه وتعالى دائما يأمر ايه بالعدل، يأمر بالاحسان، يتأذي الكرب، حاجات جميلة، التعاون، المحبة، الخير، خد بالك. لكن لا يأمر، بالعكس بينهى، ينهى عن الفحشاء، ينهى عن المنكر، ينهى عن البغي، يعني بينهى عن الافتراء، ماشي. واحنا بنعمل خير كده بنخالفه، يعني ماشي.
نيجي بقى سؤال 244. السؤال به: أيرسل الله الأمر رأسا إلى الروح أم بواسطة أرواح أخرى؟ برضو دي هتخليك تفكر في الدين. هل ربنا سبحانه وتعالى بيرسل أوامره دايركت ولا ممكن عبر وسيط روح تكون أكثر تقدما تيجي تتعلمنا؟ يعني الإجابة لا يأتي الأمر رأسا من الله، فالاتصال به يجب على الروح أن يكون أهلا لذلك. أن الله يرسل أوامره بواسطة أرواح وصلت إلى الدرجات العليا من الكمال والمعارف، بتأتي الأرواح العليا والملائكة اللي وصلوا إلى درجات الكمال والمعرفة، وهم اللي بيدوا أوامر الله لأن هم عارفينها، عارفين الله دايما بيأمر بيه. وإحنا بقى بنميز هل الروح دي روح بدائية أو روح متقدمة بناء على تعليماتها. ولو لقينا أي روح جاية بيقول أنا روح متقدمة، أنا فلان، ويجيب لك أسامي ويقول لك أنا من عند الله ويدي لك تعليمات شريرة، أتأكد أن التعليمات الشريرة ليست من عند الله. ماشي، دي يعني زي واحد واحد سوى اتنين كده. السؤال 245: هل البصر عند الأرواح متموضع في مكان معين كما في الكائنات المتجسدة؟ يعني مثلا هل النظر موجود في مكان معين زي في الوجه كده، في العينين كده، موجود في الوش وفي عينين؟ واخد بالك؟ كلا، لأنه يقيم فيهم في الجسد كله. يا عم هتقدر انت تشوف بقى زي اللي الدبانة كده كل مكان حواليك. كمان سؤال ونختم بقى لان الموضوع لسه طويل. لا ده طويل جدا جدا، هنوصل لـ40 دقيقة ونقفل. ماشي. سؤال 246: هل تحتاج الارواح الى الضوء لترى؟ هل الارواح عايزين ضوء بيمشوا بكشاف كده؟ يرون بانفسهم ولا يحتاجون لضوء. ولذلك تلاقي في ناس حتى اللي في العالم السفلي دول بيعيشوا في باطن الارض، مفيش نور، لكن هم لهم ضوءهم، يعني بيقدروا يشوفوا في الظلام، بيقدروا يشوفوا في اعماق البحار، مش محتاجين اكسجين. هل تحتاج الارواح الى الضوء لترى؟ يرون بانفسهم ولا يحتاجون الى الضوء الخارجي. ففي حالتهم لا يوجد ظلمات ما عدا التي قد يكونون فيها بمقتضى التكفير. من هنا وطالع بقى مش هنقدر نقرا لان كبير يعني. تمام، فهنكمل معاكم في الحلقه الجايه. حابب برضو اديلكم خبر، الحمد لله بنتي بتتخرج فلازم انا اسافر يوم الجمعه الجايه، ونقعد لي يمكن 10 ايام ولا 11 يوم كده على بال ما ارجع. يمكن في الفتره دي مش هقدر اسجل يعني. ماشي، هحاول من هنا ليوم الخميس اسجل حلقة تانية، وهستأذنكم كده 10 12 يوم دول ونرجع نكمل مع بعض. ماشي، اشكركم جزيلا والى اللقاء. ارجو تصبروا معايا لان الموضوع دسم وطويل، يعني خايف يكون ممل عليكم، لكن دي معلومات مهمة جدا. يعني احنا بنقرا مع بعض كتاب الارواح وبنشرحه، وبعدين بنقرا كتب اكثر خفه علشان نقدر لكي نستطيع ان نفهم ايه بطريقه اوضح، يعني تعليمات بطريقه مخففه. اوكي، سلام سلام.